استهجان البعض من جمهور نادي الزمالك، لكن الاسيست كان جميل. وادي التبديل الثالث لعلاء نبيل، ينزل عمر ميرا. ادي شوف هنا هي جوه، هي جوه من ناحيه بره ولا جوه؟ هي جوه. وامين عمر اقرب ما يكون للكره. وادي التدخل من طارق حامد والكره تطلع رامي التماس. عمرو ناصر ينزل، طاهر تعب، طاهر ودى ظهره للكوره، طاهر فرجاني ساسي لمحمد ابراهيم، بيجري حميد وبيجري اوباما، يا ولد يا ابراهيم حطها لعمر، عمر لو حط وش رجله لكن سهله بتروح بين احضان الحارس حسن شاهين. لكن لقاء ممتع، لقاء ممتع، اجمل ما فيه صناعتين الهدف، صوره طبق الاصل، واحده من طاهر والثانيه من عمر السعيد. اجمل ما في اللقاء النهارده ان انت تبقى رغم كونك مهاجم لكن ما يبقاش عندك الانانيه اللي تضر في فرقتك. شوف طاهر اللي قلت عليه مان اوف ذا ماتش وما زلت عند رايي، طاهر يحطها بالملي ليه محمد طلعت، عمل العرضيه لعمر، عمرو ناصر ميرا راسيه كده لكن تطلع الكره ضربه مرمى. جن شويه عليه، بص سعيد رئيس النادي مرتضى منصور مش عاجبه، مش عاجبه يعني اتيتيود جنش. شوف جنش ودكة الزمالك كلها واقفه، 100,000 ترجع له لو كسبوا هذا اللقاء واللقاء الاهم القادسيه. الراجل ده الروح ردت فيه السويسري. وهنا علاء نبيل يعني اجاد خير اجاده، غبى بجسمه لكن حضر بذهنه خارج الخطوط. عمر السعيد ضربه حره مباشره ضد عمر. احمد محمود مكسب للمقاولين العرب ما فيش شك. ابراهيم عادل تقدم، ابراهيم ياخد رامي التماس ولا ضربه حره مباشره؟ رامي التماس. ادي جروس طلي على طول، اسلام فؤاد حطها لعمرو ناصر ميرا لكن يطلع على طول ابو الفتوح. محمد سمير ضغط عليه عمر السعيد لكن يرجع على طول للحارس حسن شاهين. اوباما يسجل ثاني ثالث اهدافه هذا الموسم وثاني اهداف الزمالك في هذا اللقاء. دي 5 دقائق وقت بدل ما تضيع يشير بيها الحكم الرابع عمرو رمضان. هداف الزمالك الموسم الحالي محمود علاء 6 اهداف، يبقى الهداف التاريخي العندليب عبد الحليم علي 80 هدف، يليه علي خليل 78 هدف. مقاولين في حاجه الى هدف، مقاولين اللي كان عنده المرحوم ناصر محمد علي هدفه التاريخي 36 هدف، وكمال عبوده 31 هدف، وحمدي نوح 30 هدف. في عرض هدف يضمن ليه نقطة هتبقى غالية جدا، تبقى من فم الهدف، من فم الأسد. حسن الشامي تصويبة لكن سهلة على طول للحارس جنش. على مهله جنش لكن محكوم بال6 ثواني. عمر السعيد، عمر يحطها تاني اسيست لكن يا ولد شوف أحمد محمود ده ظهير أيمن مميز. أحمد حطها لسوستا، سوستا أين الحلول؟ يلعبها طولية لطاهر اللي يعني في عمر صغير حاسس إنه نجم على زمايله. تشويح كتير وعتبات كتيرة لزمايله، وأدي سوستا بيراضيه، كابتن 31 سنة بيراضي طاهر محمد طاهر في اللقطة اللي فاتت. أدي جروس مقاولين اللي أول مرة يظهر في الممتاز 78-79 يطلع رابع، 4 مواسم يتوج بطل الدوري، فريق في رصيده 8 بطولات، ثالث أحسن نادي في مصر بلغة الأرقام والبطولات على فكرة. محمد إبراهيم حطها لحميد، حميد لكن في توقيت مثالي يحط سن الجزمة سمير ويرجعها لحسن شاهين ما يقدرش يمسك. حمدي النجاز يحطها لأوباما، تعب من أوباما تطلع رامي التماس. دوري 82-83، بطولة أفريقيا الأندية أبطال الكأس 82-83-96، كاس مصر 90-95-2004، وكاس السوبر المصري لا احد ينسى المعلم وماذا صنع المعلم في موسم 2004. طاهر التشويح طال امين عمر قال له لا على زمايلك اوكي منكم في بعض لكن معايا انا، اداله انذار على طول امين عمر. لازم طاهر
بنشيد بيه لازم يبقى أهدى من كده. أشهر طاهر في كرة القدم المصرية حاليا، لكن أشهر طاهر في كرة القدم المصرية عامة هو مارادونا النيل، طاهر أبو زيد. تطول الكرة اللي فاتت من عمر السعيد، تروح لسمير، سمير واختبار صعب لحسن شاهين، شاهين اتصرف فيها بشكل كويس، أشول شاهين لمحمد طلعت، طلعت معاه فرجاني ساسي، فرجاني يحطها في الشمال عند حميد أحداد، حميد كورته حلوة ما فقدهاش، حميد حميد سريع، حميد عدى، حميد عدى، حميد محتاج فرصة، محتاج فرصة حميد أحداد، حميد يخبطها في أحمد محمود لكن ما تطلعش، تروح على طول لطارق حامد، حبت الكرة الزمالك في اللقطة دي، ياخدها على طول سوستا، سوستا عمرو ناصر، عمرو انطلاقة من عمرو، فين الفاول التكتيكي يا فرجاني؟ صاب عمرو يجري بغرابة، صاب عمرو يجري بغرابة، تروح في اليمين عند اسلام فؤاد، اسلام يلعب العرضية لعمرو الرأسية توصل سهلة للحارس جنش. جنش يمسك كورته على طول جنش. جنش ايد ورجل لم تتجاوز خط المنتصف، يكملها يوسف اوباما، تطلع رامي التماس، قام علاء نبيل، قام علاء نبيل، ادار اللقاء بامتياز امام كريستيان جروس اللي يعني القدر كان رحيم بيه النهارده. كريستيان جروس زي ما جزائري رحل الى سطيف، يعني كان ممكن الراجل ده يغادر الى زيورخ في سويسرا. اسلام فؤاد بيحاول، شوف المسؤولية صعبة صعبة، كان رمز كبير في التعليق كابتن ميمي الشربيني، ربنا يديله الصحة، يقول لك مهنة البحث عن الاحتراق فعلا. وادي الجمهور، لكن المنظر اللي بقى مألوف، مش عايزينه يبقى مألوف، غياب العلم، غياب العلم في المدرجات، كان دايما الخناقة الشهيرة وسع العلم يا كابتن عشان اشوف العلم بقى قليل دلوقتي، الجماهير بتروح من غير اعلام، نتمنى الاعلام تكون حاضرة في ملعبنا. طاهر محمد طاهر يلعبها لاسلام فؤاد، ادي كريستيان جروس عايز يتفادى اي مفاجآت غير سارة في اخر الدقايق، عدى سوستا، عدى سوستا، لكن محمود علاء تروح لميرا، ميرا لكن الضغط من طارق حامد، محمد ابراهيم بيرقص في مكان خطير بره بيقولوا له شيل، ادي التصويبة، لكن يا ولد يا جنش، يا ولد يا جنش، بثبات يمسك كورته جنش. مجلي وادي الاولاد الصغيرين من اشبال فريق المقاولين العرب، شوف حب كرة القدم، حسرة على وجوههم، وادي الزعل واضح يبدو على ملامح الخلوق كابتن مصر ونادي المقاولين العرب كابتن علاء نبيل. وفي هذه الاثناء يطلق